لله رب العالمين الذي بعث رسولا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأصلي وأسلم على خير عباد الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، يحاضرنا في هذه الفترة الأستاذ الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان، وكلكم تعرفونه لا يحتاج إلى تعريف، وهو من علماء مكة المشهورين المعروفين بحذقهم في الفقه وأصوله وعلوم الدين، وسيتحدث هذه المرة عن قواعد الشريعة، ويتحدث عن القواعد الأصولية وعن القاعدة القانونية، ويعطينا الفروق بين هذه القواعد كلها، ليكون لنا تطوى في هذه المسائل. نرجو الله عز وجل أن يكون هذا الوقت مفيدا لنا جميعا، وأعطيه الكلمة الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد حرصت كل الحرص أن أتقيد بعنوان المحاضرة، ولم أرد أن يكون بينها تداخلا أبدا، ولذلك الآن العنوان عندي هنا القواعد الفقهية والمقاصدية. أود في الأول أن أقرأ فقرة قد تغني عن الكثير من الكلام، وهو ما قاله الإمام القرافي في مقدمته لكتاب الفروق. بعد المقدمة قال: أما بعد، فإن الشريعة المعظمة المحمدية زاد الله تعالى منارها شرفاً وعلواً، اشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان، وتكلم عن أصول الفقه في الأول، وسبق أن تكلمنا عنه ونقلنا هذه العبارة. القسم الثاني: قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد، ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه، وإن اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال. يعني في قواعد فقهية مشتركة مع أصول الفقه ولكنها قليلة، ولكن هذا لا يعني بطلان هذه القاعدة. انتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال، ففي تفصيله لم يتحصل. وهذه القواعد مهمة في الفقه، عظيمة بالنفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف. على أي حال، الشيء الذي أود أن أنقله إليكم، رغم ما في هذا الزمن الذي نعيشه من إحباطات سياسية، ولكن توجد أيضا عندنا تشجيعات علمية، فثقوا تماما أن موضوع فقه القواعد الفقهية والمقاصدية أو المقاصد أصبح لها الشأن الكبير في جامعاتنا، وطبعت منها الكتب الكثيرة جدا، وكتبت فيها الرسائل العظيمة. فهذا العصر عصر القواعد وعصر المقاصد. القاعدة ممكن تعريبها باللغة الإنجليزية legal axiom of jurisprudence. Not of the roots of jurisprudence. The roots of jurisprudence it was the previous one. اللي هو القواعد الأصولية. The roots of jurisprudence. هذه لا عندنا. Legal maxim of the jurisprudence. القواعد الفقهية. القواعد الفقهية رغم أهميتها واختصارها، معنى القاعدة عندنا حكم أكثري غالبي. لا يضره أن يكون هناك استثناءات في تلك القاعدة الفقهية. فحكم أكثري غالبي، بمعنى أن هذه القاعدة تجمع كثيرا من الفروع من مختلف الأبواب، بدءا من العبادات وانتهاء بالأحوال الشهادات أو التوصية أو الوصاية أو الفرائض. القاعدة حتى إنها التبست على بعض العلماء في الوقت الحاضر، فجعلوها إنها النظريات الفقهية،
بل إنهم يصرون على أن النظريات الفقهية هي القاعدة الفقهية. القاعدة الفقهية عبارة عن استقراء لفروع هذه القاعدة، استقراء كتاب العبادات وكتاب الأنكحة والمعاملات والشهادات والقضاء وإلى آخره. نجد أن هذه القاعدة موجود جزئياتها موجودة أو فروعها موجودة في كل كتاب من الكتب السابقة. مثلا الأمور بمقاصدها، تتدخل فيها العبادات إذا كانت صلاة ظهرا أم عصرا إلى آخره، جمعا أم قصرا إلى آخره، الأنكحة إذا كان نكاح شرعي أو إذا كان نكاح مؤقت، في المعاملات المالية أيضا إذا كان النية الجهل الغرر أو الخداع، في الأنكحة نفس العملية، في الشهادات، في القضاء إلى آخره. فهم جاء الأمور بمقاصدها. تتفرع عن هذه القاعدة قواعد كثيرة جدا، وأحب أن نفرق بين ما يسمى قاعدة وضابط. الضابط خاص بباب واحد، يعني بمعنى أن الفروع تلك المسألة فقط في باب المعاملات. ولذلك القواعد التي تحصل، الضوابط التي تصلح للأنكحة لا تصلح للمعاملات. المعاملات الفقه فيها واسع جدا. الأنكحة، ولذلك يقال الأصل في الأنكحة التحريم، بمعنى أنك ما تتزوج امرأة إلا إذا كانت أجنبية، إلا إذا لم تكن متزوجة، إذا كان كذا، هذا معنى الأصل في التحريم. الأصل في العبادات التحريم. أنا ما يمكن أقول خمس صلوات لخليها ست صلوات، ليش صلاة الصبح ركعتين؟ ما يمكن. الأصل في العبادات التحريم، لكن الأصل في المعاملات الإباحة. فإذا الضوابط التي تخضع لا يخضع لها باب العبادات غير الضوابط التي تخضع لها باب المعاملات. ولذلك الشيخ الطاهر بن عاشور في كتابه المقاصد، وهو من آخر علماء المقاصد الذين يعتمد عليهم، قال أعجب من الفقهاء كيف يدخلون الأعمال التوقيفية في المعاملات. المعاملات الأصل فيها البحبحة، ولهذا عندنا فرق بين الضوابط التي تحكم العبادات والقواعد التي تحكم المعاملات والقواعد التي تحكم الأنكحة. العبادات والأنكحة، فما يمكن إن أنا أقيس أو أنقل حكما من عبادة إلى معاملة أو من معاملة إلى عبادة. هذا شيء. إحنا في المقاصد استطعنا إننا نقتبس بعض القواعد منك، فجعلنا فيه مقصد شرعي وحكمة تشريع. حكمة التشريع كمثل الضابط في القواعد الفقهية. حكمة التشريع فقط في باب واحد وليست في أبواب مختلفة. القاعدة المقاصدية هي التي يلحظها معناها الشرع في كل الأبواب. ما جعل عليكم في الدين من حرج، سواء في العبادات أو سواء في المعاملات أو سواء في الأنكحة أو في سواء في، فهي موجودة ومنتشرة في كافة. إذن في فرق عندنا بين المقصد الشرعي وحكمة التشريع. حكمة التشريع خاصة بباب واحد وبموضوع واحد، أما المقاصد فهو منتشرة ومتناثرة في جميع الأبواب. القاعدة الشرعية الحقيقة من حفظها أحكم الفقه، لأن الفروع تكثر على طول الزمان والمكان. لكن لما تأخذ القاعدة، القاعدة تجمع فروعا متعددة من أبواب متعددة. فإذا عرفت القاعدة تعطيك زي ما يقول الإنجليز first hint، الإشارة الأولى للحكم، ولكن لا تعطيك الحكم. القواعد الفقهية هذه تختلف مصادرها، منها ما هو كتاب، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فهي حجة، ومنها ما يكون سنة. مثلا إذا كان في السنة لا ضرر ولا ضرار، قاعدة شرعية ويحتج بها. لكن في قواعد هي تستقرأ من الفروع وبعد ذلك يفكر فيها بالقاعدة، كمثل مدرسة الأحناف في أصول الفقه.
هذه أساس القاعدة، ولذلك لا يمكن أن نعطي عليها حكما مطلقا، نقول لا لا يحتج بالقاعدة الفقهية، كما فعلت المجلة، مجلة الأحكام العدلية اللي هو التقنين الإسلامي للفقه الإسلامي على الطريقة الغربية codification. فهم بدأوا ب99 قاعدة، وهذا هو لا يعتبر آخر عمل في القواعد، لكن آخر عمل في هذا الشيء. ولذلك ما الحنابلة في لهم مجلة الأحكام الشرعية اللي هو codification for حنبلي لو، هذه بدأ باختصار القواعد الشرعية التي تحكم المعاملات وتحكم الأبواب الفقهية كلها. قالوا القاعدة الفقهية يستأنس بها ولا يحتج بها، والواقع أن منها ما يكون مصدره الشرع الكتاب والسنة، فلا بد في الحجية ليس لأنها قاعدة، ولكن لأن مصدرها الشريعة الكتاب الوحي القرآن والسنة النبوية. أما ما كان استقراء للدا وكذلك نأتي بعد ذلك المقاصد. القاعدة الفقهية تختص أو تتميز بإيجازها أو اختصارها، ولكنها تشمل فروعا عديدة لكل أبواب الفقه. ولذلك أعجب رغم قراءتي البسيطة جدا في كتب المستشرقين، لم أجد أحدا ترجم القواعد الفقهية، مع أن إذا أردت أن تعرف الفقه الإسلامي بأقصى طريق إنما يكون عن طريق القواعد الفقهية. نأتي ناحية المقاصد. إذن لا يمكن أن نعطي حكما عاما شاملا بالنسبة للقواعد الفقهية، نقول لا لا يحتج بها، لا، بعضها يحتج بها إذا كان مصدره الكتاب والسنة، وبعضها يستأنس به، بمعنى أن القاضي أو الفقيه أو المستفتي من حين ما تلقى عليه المسألة تعطي له first hint for the judgment، لكن لا يعني ذلك هو النهاية، لا بد من البحث. فهي يستأنس بها، وكما قالت مجلة علماء مجلة الأحكام العدلية، يستأنس بها ولا يحتج بها، لكن الاحتجاج فيه لا ضرر ولا ضرار، ما جعل إنما هي جاي من خارج. مصدرها عرفناه وامتدادها معروف، والقواعد الفقهية خدمت خدمة كبيرة جدا في العصر الحديث، والآن يكاد حتى آخر مشروع لهذه القواعد الفقهية في مجمع الفقه الإسلامي الدولي بتمويل من دولة الإمارات العربية، وأخرجوا مجلدات عديدة. القواعد الفقهية ليس عند أهل السنة فقط، عند جميع المذاهب الموجودة الآن، بما فيهم الإباضية، بما فيهم الشيعة، بما فيهم إلى آخره، واشتغل عليها بطريقة معينة. نبدأ للمقاصد. المقاصد هذه الحقيقة، وجود المقاصد أو معرفة المقصد الشرعي مما يشجع على الاستمرار في ذلك العمل. هل الشريعة الإسلامية فيها شيء توقفية وتعبدية وشيء مقاصدية؟ والله الرأي في البعض من يقول لا توقف في الشريعة، وإنما هي مقاصد لأنها تشجع، لأنه لا يمكن الطفل الصغير لو عرفته السبب للامتناع والسبب للإقدام لاستجاب، لكن إذا لم تعرفه السبب في ذلك ربما أقدم. فقالوا، فالبعض من العلماء يذهب على أنه لا توقيف ولا تعبد في الشريعة، وإنما هي مقاصد فقط. أود أن أقول إنه في عندنا مدرستين للمقاصد الآن في الوقت الحاضر. مدرسة تقدم المقصد الشرعي على النص الشرعي، وهذا غير صحيح، ونحن لسنا من هذه الفئة ولله الحمد في هذه الجمعية. تقدم المقصد للترجيح فقط، لكن لا يتقدم على النص أبدا، خصوصا إذا كان خطأ. يعني دحين مثلا الربا، أحل الله البيع وحرم الربا، الآن في صحفنا عامة يقول لك لا يمكن أن تتقدم بلد بدون ربا، مهما قلت لي إنه في يدا أنا أمامي نص،
والنص هذا من فين جاي؟ جاي من عند الله عز وجل العالم بكل شيء. إذا لا يمكن أن أصدق ذلك. فالمقصد إذا كان نص عليه شرعاً، سواء المقصد أو الحكم الشرعي، إذا نص عليه شرعاً وكان ثابت صحيح الطريق النزول قطعية الدلالة، لا يمكن إن أنا أناقش فيه، لأنه نص صريح خلاص. حل الله الربا وحل الله البيع وحرم الربا. فعندئذ مثلا الآن عندنا بعض المعاملات الحديثة، وسيأتي الكلام عنها فيما بعد، لا يمكن إن نحن دغري نبطل أي شيء حديث، لكن عندنا في الفقه حاجة اسمها تفريق الصفقة، بمعنى أقبل الصحيح وأرفض الباطل. وعندي أيضا يعني لا أبطل العقد بكامله، إنما أبطله في الباطل وأصححه في الصحيح. وبعدين عندنا إحنا علاجات، وسيأتينا هذا الكلام فيما بعد إن شاء الله. على أي حال، المقاصد، الرأي الصحيح في ذلك أنه لا توقيف في الشرع، وكل حكم شرعي له معنى وله مقصد، ولا يمكن أن تتقدم المقاصد على النص القطعي، وإنما النص القطعي هو الذي له التقدم وله الأسبقية، والمقصد الشرعي إنما هو مرجح لا أقل ولا أكثر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بين التوقف والعمل بالمقاصد يجري البحث باستمرار. فهو لا زال الحديث عن هذا منذ أن ظهر الحديث عن المقاصد. من يريد أن يأخذ بالمقصد فيبطل النص، لأنه يرى أن المقصد أهم، وهناك من يرى أن المقصد لا يأتي إلا موافقا للنص، فأما إذا خالفه فهو ليس مقصدا من مقاصد الشريعة، لأن لا خلاف بأن نصوص الشريعة لا تعارض بعضها بعضا. فإذا اعتبرنا المقصد هو أحد الدلائل على الأحكام، فلا يمكن أبدا أن نناقض النصوص الشرعية. نفتح الآن باب النقاش، وأرجو من الأخوة أن يعرف باسمه وأن يأخذ لا يزيد عن دقيقتين، إما سؤال أو تعليق، ولكنه في هذا الحدود، إذا تجاوز ذلك لن نستطيع أن نلحق بهذا ولا نعطي للجميع الفرصة. وأنا أستقبل منكم الآن من يريد أن يسأل أو يعلق. اسمي عبد الرحمن. ما هو الفرق الواضح بين أصول الفقه والقواعد الشرعية؟ هل هناك فرق؟ إن شاء الله توضح لنا، بارك الله فيك. الفرق بين القواعد الشرعية Okay, السلام عليكم. جزاك الله خير for your presentation. I just wanted to actually sort of a bit of a clarification. This is concerning the example of a divorce. When in the Quran there is a solid text that says that you know, when you divorce, then you know, only to divorce in a period of month, a few months. Then after that, if, you know, you are sure, then you divorce again, and so on. So it's over a period of time. But we know from the example of Omar ibn Khattab that he said that when it's said in one go, the three times, that that would be like an absolute divorce, which seems to, well, I mean, I knew he had circumstances why he did that, but he clearly, it would seem, went against the solid text that's in the Quran. Now, we face this question all the time in the Sharia Council, because we have people coming to us who are under the impression that they're divorced, but both husband and wife want to be together. So we take this maqasid, which is that the purpose of Islamic law and teaching is to unite families and not to destroy families. So, but the people, well, we make the decision
looking, taking the maqasid al-sharia and the Quranic teaching, and not necessarily how Umar ibn Khattab reacted during his time. So I just want to, where do we draw the line? Where do we draw the line? Which is a solid text? I mean, we know from history people, particularly the Khulafa Rashidin, they made different decisions. So could you please elaborate on that? Jazakallah. بسم الله الرحمن الرحيم. في تقريب في نفس السياق كالأخت هذه صار نقاش الأمس مع بعض الإخوة والأخوات حول مقصد ميراث المرأة الأصلي وهل هو قابل للتطور في يومنا هذا. هنا الأخت. العفو طبعا أستأذن أساتذتي الموجودين وحضورهم وأنا أسأل. الاسم الكريم والله اسمي سرفراز كريم. ذكرت زواج المؤقت هل هو زواج المتعة؟ طبعا ينخذ على الشيعة يعني من شفت عاجزت الشيعة انه هذا ما اخذ على الشيعة انه عندهم زواج المتعة وكان سبب جدال ما بين السنة والشيعة. اللي سمعته بالاخير انه على اساس صار سماح بالنسبة لهذا الزواج عند السنة، فهل صار تغيير بهالحكم هذا؟ شكرا. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. أخي عزيز الأحقاد هناك نقدم هناك نقدم المقصد الشرعي على النص وضرب مثال بأحل الله الباء وحرم الربا على أن الربا محرم بنص قطعي لا خلاف فيه، نحن نقر بذلك، ولكن الذي حرم هو الربا من حيث الجملة ومن حيث المبدأ، إلى أن الخلاف في بعض تفاصيل وبعض صور الربا كالربا الخبز مثلا الذي فيه بعض الخلاف. أرجو التوضيح، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير أحمد. ذكرتم من الدكتور أن كل حكم شرعي له حكمة ومقصد، فطبعا فقهاؤنا الأولون قالوا بأن الأحكام الشرعية كلها هناك أحكام تعبدية وهناك أحكام معقولة المعنى. الآن ظهرت بعض الأبحاث تبحث في حتى الأحكام التعبدية، مثلا الوضوء يقولون أنه يزيل الجراثيم وكذا وكذا كذا، كذلك السجود يقولوا أن الجسم يتفرغ من الأشعة إلى غير ذلك، الغسل من الجنابة يقولوا أن الجسم يفرز بعض يعني ربما الإفرازات مضرة بالجسم إلى غير ذلك من الأبحاث، بحيث فقهاؤنا الأولون قالوا هذه أمور تعبدية لا ندخل العقل فيها. فهل أنتم يعني مع هذا التوجه الحديث لهذه المفاهيم التي تتعلق بالأحكام التعبدية؟ وجزاكم الله كل خير. نشكر الأستاذ الدكتور عبد الوهاب وسليمان على هذه الإفاضة وقد أفدنا منها كثيرا. سؤالي فقط لو يمكن شيخنا تسلط الضوء ومزيد من الضوء على مدرستي المقاصد العصرية، يعني لا سيما المدرسة التي تقدم المقصد على النص. وجزاكم الله خير. السلام عليكم أبو أحمد. أنا أرجو استوضيح آخر جملة ذكرها الدكتور، لا توقيف في الشرع، وهي هذا تضم العبادات والمعاملات، وكذلك يعني إذا فتحنا الباب للعقل وقلنا أن هناك أمور توقيفية بالنسبة للعبادات، هذا أيضا بالنسبة للأخ أحمد ذكر هذه. الإمام علي يقول لو كان الدين بالرأي لكان مسح على الخف من أسفل، يعني فإذا يعني صرفنا هذا الأمر فنفتح باب يعني صح. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرتم في المحاضرة السابقة بالقواعد الأصولية أنها يعني تأثر بالمنطق، وهل القواعد الفقهية تأثر كذلك؟ وحينما قلتم أنها مأخوذة من اللغة العربية، فبأي لغة نعني؟ هل هي لغة العرب الأضحى قبل الإسلام، أو اللغة حينما تأثر بالمنطق وبأساليب العجم؟
وكذلك ذكرتم في المحاضرة السابقة عن آيتين في سورة الآخر سورة البقرة متاعا بالمعروف حقا على المتقين. يظهر من هذه الآيات أنها لا يتعلق بالنسخ، هي يتعلق بالتبيين. فهل نوسع أصول الفقه أو نطورها في ضوء أسلوب القرآن الكريم بدل ما ننسخ كثير من الآيات؟ وطبعا هناك مفسرون نسخوا عدد كبير من الآيات وجل القرآن يصبح منسوخا إذا اعتبرنا فيها، وأقل عدد كما ذكر شاه ولي الله الدهلوي صاحب حجة البالغة أنها 5 آيات فقط. فهناك فرق بين التبيين والنسخ. وشكرا. شكرا. لم يعد هناك أحد. طيب الآن أعطي الكلمة لأستاذنا ليجيب على هذه الأسئلة، وأيضا أن نأخذ اختصارا في حدود 10 دقائق. شكرا جزيلا على الأخوة السائلين. شكرا جزيلا على الأخوة السائلين. والواقع أنا ممن يؤمن بالنقاش أكثر من المحاضرة. أولا الأخ عبد الرحمن تكلم عن الفرق بين القواعد الفقهية والأصولية. معروف القواعد الأصولية قواعد استنباطية، والقواعد الفقهية عملية استقرائية لما هو موجود ومكتوب. بعدين أنا ممكن أنتقل إنه موضوع اللغة العربية على أيام الرسول صلى الله عليه وسلم والجاهلية قبل ذلك، ولذلك كان العلماء يذهبون إلى البوادي وينقلون اللغة العربية. اللغة العربية بعدين كتب اللغة العربية مفصلة وشارحة لكل ذلك. الطلاق موقف سيدنا عمر، أولا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. سيدنا عمر لا يمكن أن يخالف نصا، هذا قطعا ونؤمن به وإيمانا أعمى. وسيدنا عمر يعتبر رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء. سيدنا عمر لا يمكن أن يخالف نصا شرعيا. صحيح هو اجتهد في بعض الأشياء، ولكن كان اجتهادا صحيحا، وكان من ضمن يدخل ضمن التشريع. مثلا عام الرمادة لم يقطع يد السارق لأن الناس كانوا في مجاعة، ولكن ذلك أحنا نسميه تقييد النص وليس نسخ النص. ولذلك لابد في من يقرأ أصول الفقه في فرق بين النسخ وبين التخصيص، بين المتقدمين والمتأخرين. المتقدمين كل قيد للنص يسمى نسخا، وقد قرر هذه الحقيقة الشيخ ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين. بينما عند المتأخرين النسخ محدود ومعروف اللي هو الإزالة، إما الإزالة وإما كذا. المهم بعض العلماء لا يرى أنه حدث نسخ في القرآن، والبعض يرى وهو محدود جدا يعني في، لكن ورحمة الله على الشيخ ابن عاشور وهو من كبار علماء العصر الحديث يقول إن مما يكسف إعجاز القرآن أن نردد ما قاله الأولون. وبعدين القرآن الإسلام جعل الأمر مفتوحا للأكفاء وليس للعامة الجهلاء. إحنا خلطنا بين أمرين، بين المجتهد، والمجتهد إذا قلد غيره يعتبر آثما، هكذا في أصول الفقه. وأغلق باب الاجتهاد أخيرا، لكنه أغلق عن غير الأكفاء. واحد ما يعرف كلمتين، ما يستطيع يقرأ آية قرآنية، يقوم يجتهد لي في حكم شرعي. فسيدنا عمر رضي الله عنه كان هو داخل ضمن التشريع وليس خارجا من أمور التشريع. الشيء الثاني، إذا اجتهد سيدنا عمر فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ. على أي حال إحنا لا نريد أن نختلف في موضوع آخر، خلونا كده رايقين شوي. الأحكام الشرعية تعبدية أو غير تعبدية؟
على أي حال إحنا علمنا أن منها تعبدي ومنها غير تعبدي، لكن البحث الشيخ المغربي ما يسمى بزروق وهو من كبار العلماء للأسف، هذا يجمع بين مدرستين، هو فقيه ومتصوف وله كتاب القواعد في التصوف، فهو لا يميل للتصوف ولكن يأخذ الصحيح من التصوف، وهو فقيه شرح الرسالة وشرح بالاستدلال. يقول الشيخ الزروق: إذا علم الصغير ما تميل إليه نفسه من المباحات خرج إماما فيها، وما دخل بانبساط كان أدعى للدوام. أنت لما تعرف المقصد الشرعي، وما دخل بانبساط كان أدعى للدوام، لكن أنا ما أعرف، أنا أعبد الله كما أمرني فقط، لكن لما أعرف المعنى من وراء ذلك إذن أعبده بانبساط. فبعض العلماء لا يرى أن هناك شيئا تعبديا توقفيا، وإنما هو بمقصد شرعي. تأثر العلم الفقه عن أصول الفقه بالمنطق هذا شيء واضح جدا، ولذلك وجدنا بعض العلماء خصوصا الحنابلة يحاولون أن يتفادوا ما يسمى منطق. وبعدين حتى الإمام الغزالي في كتاب المستصفى لم يضع المقدمة المنطقية، لكن يقول جرت العادة، جرت عادة لدى، ولذلك ألف في المنطق في أماكن أخرى ولكن ليس في كتاب المستصفى. كتاب المستصفى لم تكن فيه مقدمة منطقية، ولذلك نجد كتب الأصول منها التي شحن بالمنطق ومنها الذي شحن بالنحو، كل عالم يحاول أن يبرز قدرته وكفاءته في ذلك العلم. ولهذا وجدت كتب نقد علم الأصول، وأول من بدأ به الإمام الشاطبي، بحيث أنه لم يجعل لم يدخل في الموافقات شيئا من النحو أو من معاني الكلمات رغم أنها ضرورية. مدارس المقاصد، إيه مدارس المقاصد هي الآن في الوقت الحاضر عاشت، في منها من يقدم المقصد الاجتماعي بصرف النظر عن المقاصد الشرعية، ما دام إنه المقصد الربا ترتفع به الأمم إذن أنا أخذ به. ولذلك في عبارة للشيخ في أحد العبارات يقول: التسامح في الأمور الاجتهادية واتساع الصدر للخلاف فيها هو سنة المسلمين في كل العصور. وهؤلاء العلماء من خصوصا بالنسبة للفقه ما يهم الاختلاف المذهبي في الفروع وليس في الأصول، فهنا يقول: التسامح في الأمور الاجتهادية واتساع الصدر للخلاف فيها هو سنة المسلمين في كل عصر، وهؤلاء العلماء من كل مذهب يندبون ويحضون كل من يأخذ بمذهبهم أن يراعي الاحتياط في دينه. ولذلك عندنا المالكية ما يسمى بمراعاة الخلاف، بمعنى الحنفية مثلا الزواج الثاني اللي هو أعطيك أختي وتعطيني أختك، أعطيك وليد زواج الشغار، هو صحيح عند الحنفية ولكنه باطل عند المالكية. لكن لو صدف أن حصل الزواج على أساس هذا الزواج وولد لهم أولاد أو لم يولد، لا يمكن أن يلغى ذلك العقد احتراما مراعاة للخلاف، وهو ذا مراعاة الخلاف ما بين المذاهب. ولذلك في عند الخروج من الخلاف شيء آخر ومراعاة الخلاف شيء آخر. يعني الندب على احترام المذاهب الأخرى وأصحابها، إحنا في الفروع لا ما في أي مشكلة بيننا، هي الأصول فقط، العقيدة هي الأصل في كل شيء. فقل لكننا في العصر المتأخر نجد غير هذا الاتساع والتسامح. هذا من كلام أحد المعاصرين الدكتور نور الدين عتر من كبار المسلمين،
لكننا في العصر المتأخر نجد غير هذا الاتساع والتسامح بين التشدد والتعنت من بعض الناس، وذلك بسبب جوهري يجب أن نعلمه ويجب أن نعالجهم في أنفسنا وغيرنا. ذلك السبب، وأنا بأقرأ هذا لأجل السبب وليس لأجلنا، هو أن البحث في العلم صار يدور بين صنفين من الناس. صنف هو طالب علم عرف شيئا وغابت عنه أشياء، يعرف جزء واحد دليل لكن غابت عنه الأدلة الأخرى فيظل يتمسك بذلك وغابت عنه أشياء، فيريد أن يقيم الناس على أدائها بتتبع وبحث ويقين فيؤديها كيفما اتفق أداء بتتبع وبحث ويقين فيؤديها كيفما اتفق. هذا الصنف الثاني. الصنف الأول يلزم الناس بما يرى غير مكترث بنظر غيره ولا معول على أي فهم، ولا يكلف نفسه بالنظر في أدلة غيره ليعذرهم فيما يخالفوه وينصفهم فيما أو. وصنف خفت وضعفت في نظره أمور الدين، فهو بالتالي لا يحرص على أدائها بتتبع وبحث ويقين كيفما اتفق، لا فرق في نظره بين أدائها أداء الصلاة بقصر أو بجمع أو بإتمام. وهذه السطحية إن دلت على شيء فإنما تدل على تسيب وجهل وقلة تقوى. فمشكلتنا إحنا إن نحفظ حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، وحتى الحريصين احفظ جزء الدليل وبقية الأدلة يتركها، بينما العلماء شابوا وكبروا فيما يسمى بأصول الفقه وبالفقه وبالفقه المقارن وبفقه الخلاف وأشياء أخرى كثيرة جدا. أظن انتهينا دكتور، لا سمح.